نهاية القصة طبعا. لا ليه؟ تاني، انت اشتريت سيارة على 3 سنين أي هتدفعي كل شهر قسط أه قسط قسط، أه من اول يوم تم تمليكك السيارة صرت مالكة، ولا لما تدفعي اخر قسط يتم نقل الملكية؟ لا، صرتي مالك من الأول. بس عند الشراء في الاول، انت اشتريت سيارة مش اشتريت سيارة، اشتريت واتكتبت باسمي، باسمي العقد مين؟ بيتم بالايجاب والقبول ولا نعم. بالقبض؟ لا بالايجاب والقبول. طبعا. طالما قلنا بعتك واشتريت وانت وقعتي وانا وقعت، العقد وعقد تم، بينا بقى بالظبط. العقد تم. بس لما العقد هيتم وهبيع لك السياره على 3 سنين، انت ما هو في الاول كل واحد بيظهر حسن نواياه، أكيد. وسيادتك قلت لي هدفع وخد شيكات اهي، وانا قال ايه اطمنت. فجأة أول شهر دفعتي، تاني شهر مش عايز تدفعي، سيبني شوية، والشهر التالت سيبني شوية، الله الله الله. طب لما هسيبك واسيب غيرك واسيب غيرك، أنا همشي حاجة شركتي ازاي؟ إزاي؟ فوقعت في مشكلة. أنا كبائع بالتقسيط وقعت في مشكلة. إن أنت اشتريت بالتقسيط وفرحتني في الأول وقلت لي وعهد الله هدفع، حاضر، والشيكات أهي، والإيصالات أهي، والتاني قال كده، والتالت قال كده. وبعدين فوجئت بان الناس ما بتدفعش الاقساط. طب ما انا يعني هضيع، انا كبائع كشركه هضيع، اعمل ايه؟ أكيد في شروط. فبدا اللي بيبيع بالتقسيط يفكر ازاي يحمي راس ماله. الحاجه تولد ايه؟ المعرفة. المعرفه. واللي بيتدغ من الشوربه بينفخ في الزبادي. فانت هتيجي تقولي لي والله انا سمعتي معروفه وان انا ما اقدرش ما ادفعش القسط والا هيبقى منظري وحش، اقول لك بس انا اسف، انا اتلدغت من غيرك فما اقدرش، ماشية. هعمل، انا لازم احمي نفسي. احمي نفسي ازاي بقى؟ فظهر بعض الفقهاء يقولوا ممكن اعلق الملكيه على اخر قسط، حتى سداد المبلغ. اعلق الملكيه على اخر قسط، بحيث طول ما انت بتدفع الاقساط انت السياره معاك، بس سياره باسمي لم انقل ملكيتها لك، اي وهي بالامانه كده، طول ما اخر قسط هتدفعيه هروح ناقل لك الملكيه، يبقى انا الزمتك ايوه تدفع الاقساط، والا لو ما دفعتش القسط اخليتي. بسيطه، انا بسترد سيارتي لانها باسمي ملكي، وانا ما نقلتش ملكيتها ليكي، وانت اللي مضروره لانك دفعتي كام قسط واصبح ده دين، اشوف انت استهلكتها بكام جميل. وامديكي حسابك واسترد سيارتي. إلزام. فالامر ده خلى اهل التشريع القانوني ينتبه له، واول من انتبه له المانيا في قانونها المدني سنه 1894، نصت في قانونها المدني على قواعد بيع التقسيط، وذكرت فيه المادة اللي فيما بعد تناقلاها الدول. القانون البريطاني سنة 37، القانون الأمريكي سنة 41، القانون المدني المصري سنة 48، إن يجوز للمتعاقدين بالتقسيط أن يتفقا على عدم نقل الملكية إلا في آخر قسط. يجوز، مش يجب، ايوه. يجوز. لو انا شاكك في اللي هيشتري مني بالتقسيط، احط ده. اقوم احط الشرط ده واقول له انا هشتريك الشقه وادفع التقسيط، بس الشقه باسمي، مش هنقل ملكيتها لك. فطبعا التاني هيبقى حريص ان هو هيبقى لازم يسدد شفتي عشان يحصل على الحاجه تولد الملكية. ايه؟ المعرفة. المعرفه. هبيع لك الارض بس مش هسجل الا لما تدفع لي اخر قسط. دفعت اخر قسط هسجل لك، غير كده اعتبر ده دين مدني لحد لما تسدد اخر قسط. ولكن لو ما وضعناش هذا الشرط، فالاصل ان بيع التقسيط بينقل الملكيه فور التعاقد، ملوش علاقه بالاقساط. بالسداد. يعني لو كتبنا الاصل، الاصل
عقد بيع ارض لسيادتك هتدفعيها على 5 سنين، فانا بنقل الملكيه ليكي وبسجلها، وبيبقى الديون اللي عليكي باخد بها شيكات مدنيه، لو ما دفعتيش الحقك قضاء بعدم دفع المبلغ، لكن الارض لا تمن قالها لك. بس في ناس كتير هتيجي لحضرتك من خلال المثل اللي قلته بتاع المانيا، لان في ناس كتير بتبقى متنصله، فدي فكره ممكن يلجا ليها بعض التجار. ده القانون المدني النص عليه. سنة 1948 في مصر. المادة 430. 48 حاجة قلت. لا في مصر سنة 48 المادة 430 بثلاث أربع فقرات. إن يجوز الاتفاق ما بين الطرفين البائع والمشتري بالتقسيط، إن ما يتمش نقل الملكية إلا في آخر قسط، يجوز. وفي حال عدم هذا الشرط فالأصل نقل الملكية فور التعاقد. جميل. أدى الأمر ده بيع التقسيط إلى ابتكارات جديدة اتولدت من بيع التقسيط، فأنا هذكر ابتكارين بس. الابتكار الأول إن بدل ما بعلك بالتقسيط أأجر لك الشقة بالتقسيط إيجار، وأوعدك عهد، واكتب كده في العقد الابتدائي اللي بيني وبينك عهد، إن لو دفعت الإيجارة 5 سنين متتالية كل شهر بألف، يبقى ألف في 12 باتناشر ألف، في 5 سنين بستين ألف. لو دفعت إيجارات ألف كل شهر دون خلف لمدة 5 سنين، فاعتبري إن لو أجرت الشهر الأخير من 5 سنين أوعدك بنقل الملكية إليكي هبة. وهي برضو شرطك عد دون خلف، دي برضو نقطة مهمة. اسمها ايه بقى؟ اسمها الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهية بالتمليك حيلة على بيع التقسيط. لأن بيع التقسيط ممكن المشتري يطلع لئيم ويدفع 5 6 أقساط ويروغ بالظبط، ويضحك عليا لحد ما سجله. وبمجرد ما أنا ألاقي الرجل انا شفته حسن النيه سجلت له، هو بقى فرحان وانا اقعد اجري وراه، اديني القسط اديني القسط، واتلطم بقى. لما ادى هذا الى مشاكل كبيره على مدار تاريخ تاريخ بشريه، انا بديكي تاريخ انسانيه. أي. اسمر عن ان اللي بيبيعوا بالقسط اشتكوا وقالوا الناس ما عندش عندها امانه، ما عادش عندها ذمه، يوعدونا في الاول وبعدين يرجعوا في كلامهم تاني. فراحوا مفكرين في فكيرة اسمها الإيجارة المنتهية بالتمليك. عارفة مين أول من فكر فيها؟ فرنسا، ونصت عليها في قانونها المدني سنة 1846. 1846. فأثناء ما كنت باخد دكتوراه سنة 85، أنا مسجلها 82 بس حصلت عليها سنة 85، كان في الزمن ده بشوف زملائي بيتكلموا على معامله جديده حديثه لم تحدث في تاريخ البشريه، اسمها الايجاره المنتهيه بالتمليك. لدرجه ان الموضوع ده لم يدرس في المجامع الفقهيه الا في 1900 وشويه، 1990 لحد مجمع الفقه الاسلامي درسها وطلع فيها قرار سنه 2000. سنه كام؟ 2000. وفرنسا طلعتها امتى؟ 1800 كام؟ 46. خدت بالك الفرق التاريخي ما بيننا يا مسلمين وما بين الفرنسيين في الفكر الانساني وتطبيقه في هذه الصيغه الايجاره المنتهيه بالتمليك؟ فرنسا خلصتها، واحنا درسناها ومجمع الفقه الاسلامي طلع قراره سنه 2000 بمشروعيتها. ياه، مشروعيتها فيك يا مجمع يا فقه سنة 2000 وفرنسا سبقتك ب154 سنة. 46. طيب 154 سنة. شفت الفرق بينه وبين غيرنا ايه؟ طب تفصيلها ايه تاني كده بقى عشان هوضحها، هتاخد مدة شوية. طيب احنا قدامنا 4 دقايق. مش مشكلة، احنا هنوضح وما كملناش في اللقاء القادم، بس انا نفسي اللي بيعيش معانا في الفقه يدرك ابعاد معاني اجتماعية مع معاني اقتصادية مع معاني فقهية. نعم، وانسانية كمان الحقيقة.
شوف احنا الفرق بيننا وبينهم 154 سنه عايشين. المشايخ يقول لك حرام حرام ابعد، ده اللي يجي من الغرب حرام، اللي يجي من الغرب حرام، اللي وفين وفين لما المجمع الفقه الاسلامي قال لا ده انا شايف انها حلال سنه 2000. يعني ابائنا واجدادنا على مدار 154 سنه عاشوا في ظلام الحرام، في ظلام الحرام، لحد لما مجمع الفقه قال لا ده احنا شايفين انها حلال. يبقى الناس اللي ما انتفعتش بالصيغه ديت انظرت ولا ما انظلمتش؟ نعم. انظلمت بايه؟ بسلاح الفتوى. ايوه. انظلمت بسلاح الفتوى. اخوف اللي بيتعامل اه حرام، تاخد من الغرب، تاخد من قانون الفرنسي، ده قانون وضعي. لا. ايه بقى فكره الاجاره المنتهيه بالتمليك؟ الاجاره المنتهيه بالتمليك حيله بدل البيع بالتقسيط. بدل ايه؟ البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط هبيع لك السلعه او الارض وهتدفعي ثمنها على اقساط دفعات او على شهريه حسب ما اتفقنا. دي بقى هقول لك انا هاجر لك، انا عندي عماره وهبيع شقها، بس انا مش ضامن ان انت هتدفعي لي الثمن كله على 10 سنين. فانا قررت ابيع الشقه ب 120,000، شقه صغيره ثمنها 120,000. فاللي هيقدر يدفع 110,000 هسجل له، واللي ما يقدرش اقول له تدفع كام في الشهر؟ يقول لي اقصاها 2000 جنيه. اقول له قوي، اتفضل اسكن الشقه، اتفضل اسكنها، مش هحرمها بجنها، هتدخل فيها وهتعيش فيها، بس اللي هتدفعه شهريا 2000 اعتبره ايجار. اعتبره ايه؟ ايجار. ايجار لحد لما تكمل ثمنها. ثمنها 120,000 10 سنين. تقعد 10 سنين تلتزم بدفع الايجار. لو ما دفعتش الايجار في اي شهر من الشهور اقول لك اطلع بره. وبعد ما تنتهي تتحول بقى، يبقى هو كده ملك. تتحول الى ملك. بايه؟ بشرفي، بشرف التعاقد. ايوه. بالعهد اللي انا هكتبه. بالالتزام. فانا بلتزم ان لو دفعت الاجره بصفه دوريه دون خلف 10 سنين 2000 يبقى 120,000 الشهر الاخير اعتبر نفسك مالك وانا ملتزم بوهبه الشقه لك. طب احنا فصار وهبه الشقه مش بيع الشقه. فالايجاره تنتهي الى الهبه، ودي محتاجه تفصيل. احنا كده بقى وقفنا حلو قوي الخطوه ديت، كلنا فهمناها مع حضرتك، بس خدنا بقى واحده واحده. ايوه. خدنا واحده واحده ان شاء الله في الحلقه الجايه باذن الله. تابعونا للي عايز يعرف اكتر واكتر عن البيع بالتقسيط الحلال. خليكم معانا ان شاء الله. طبعا شكر جزيل في نهايه هذه الحلقه دكتور سعد الدين هلال، استاذ الفقه المقارن جامعه الازهر، وان شاء الله نشوف حضرتك في الاسبوع القادم باذن الله. بارك الله فيك. نشوف حضراتكم الاسبوع القادم، بشكركم على حسن المتابعه، لنا لقاء باذن الله في الثلاثاء القادم في نفس هذا الموعد قبل ساعه. شكرا لحسن المتابعه، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.